ما نروح لجولة وزير التربية والتعليم ووزير الصحة في البحيرة، عايزين نتابع دلوقتي مباشرة احتفالية وزارة الآثار طبعا دكتور العلاني الجديد اللي تولى طبعا المسؤولية بعد ضماطي. وزير الآثار بتحتفل بمناسبة 60 عام على إنشاء مركز تسجيل الآثار، نسمع هذا المطلب. عام على إنشاء هذا المركز، والذي تم إنشاؤه بعد حدث عظيم أيضا، وهو إنشاء السد العالي، والذي أثر بشكل عام على المعابد الموجودة في النوبة، وبالتالي كان هناك سبب قوي لوجود مركز تسجيل للآثار لتسجيل كل كبيرة وصغيرة في هذه المعابد، والعمل على إعادتها مرة أخرى ونشرها النشر العلمي، وذلك بالتعاون مع هيئة اليونسكو. في الحقيقة يعني السبب الرئيسي في هذا هو مشروع عظيم، مشروع قومي عظيم لمصر، وهو السد العالي. وبالفعل تم الحصول على إنشاء مركز لتسجيل الآثار، وهو عظيم بالتالي للحفاظ وتسجيل الآثار المصرية بكل أنواعها المعمارية والزخرفية. في الحقيقة هذا المركز له باع طويل، كما شاهدتم حضراتكم في العرض اللي تم منذ دقائق، وهذا يعني العمل اللي قام به هذا المجلس أو هذا المركز يعد بالفعل عمل عالمي، لأنه ساعد في نشر كثير من الأبحاث والمعابد وبعض الأبحاث عن الآثار المصرية، والتي لم يكن لها الحظ في النشر قبل ذلك. وبالفعل فهو له دور هام ومهم، ولذلك نحن نسعد بالفعل في استمرار هذا المركز، بل بالعكس لابد من ذكر شيء هام أذكره لمعالي السيد الأستاذ الدكتور ممدوح الضماطي، وهو كان أثناء تولي وزارة الآثار كان هناك عناية خاصة بهذا المركز بالفعل، وبالتالي يمكن كان المفاجأة الخاصة بهذا المركز أنه وضع في الهيكل الجديد لوزارة الآثار كقطاع مستقل، وذلك لما يحتويه من حجم أعمال وما يحتويه من أهمية بالفعل لآثار مصر وفي مستقبل آثار مصر. وبالتالي أتمنى من معالي الأستاذ الدكتور خالد العناني وزير الآثار أن يعني يسير على نفس النهج والاهتمام بهذا المركز، وبالفعل لكي هو يستحق، وجميع العاملين به قد أدوا عملهم على خير وجه. وبالفعل يعني نتمنى إن شاء الله أن يحظوا وينال جميع الآليات الحديثة التي تساعدهم في أعمالهم في تسجيل الآثار. وأنا يعني سعيد جدا بهذا الاحتفالية وبهذه اليوم، ونتمنى إن شاء الله دايما احتفاليات، ويكون في كل عام هناك الجديد، ويطرح على حضراتكم الجديد الذي تم عمله بالفعل من خلال هذا المركز العظيم. وشكرا جزيلا. شكرا. طيب ده جزء طبعا من احتفالية وزارة الآثار بمناسبة 60 عام على إنشاء مركز تسجيل الآثار. طيب